يقول اللهم كما انزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الغيب يا رب اعطيني دنياي واخرتي. اقول يا ربك ما شئت، هذه اماكن زوريها ادخل لما انا جاي الفندق حقك، انا جاي الى هذه الاماكن. كان النبي عليه الصلاه والسلام خذ اقراعك التراب الارض، ليست كتونس هذه الارض من تونس الاطراف على راس الانسان الارض مش هي النبي عليه الصلاه والسلام، ليست اي ارض تنسى ابدا. انت تجلس هنا ما تنسى وليدات ما تذكري الا سيناء، تروحي مكه تذكري هذه الارض ارض طيبه فاضله طيبه دار الايمان مركز الايمان كلها يكفيها من استقبل النبي عليه الصلاه والسلام. صاعوه اولاد عمه صبر اهله جاءوا الانصار يحميك يا رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام. لو كنت تمرون من الانصار هذا النبي قال لو اني ابغى اغير شات ميلاد تحولت على الانصار، فالانصار لهم بيعه علينا. رساله ابو زيد القرواني الفقيه المالكي قال لو كنت ما بني هلال هو بني هلال. شوف زيد القرواني هذا الفقه المالك في الدرينات. الان جيت لهذا المكان لا تخلوا مكان كل احد. عندي الفندق قريب كل شويه ارجع اصلي ركعتين من بدايتي اطلب الله سبحانه وتعالى وزيدي بالدعاء، زيدي بالدعاء يا حجي والله ما انا جاي في مسجدك. ارفع يدك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اصلح لي يا رب اصلح لي حالي يا رب اصلح لي يا رب يا رب يا رب ادعو ادعو زيدي بالدعاء. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك.